من فضلك يا ابونا جاوبني على السؤال ده، معطلني عن حاجات كتير. ليه أكلم ربنا 7 مرات كل يوم وأحبه وأنا عمري ما شفته ولا حتى في الحلم؟ ولو أعرف شخص من كندا لكن عمري ما شفته، لكن كل اللي بسمع عنه أنه بيحبني وفاداني من حادثة كنت هعملها وأنا صغيرة، هل ده كله يخليني أحبه وأكلمه 7 مرات في اليوم؟ أنت إيه اللي تعبك في 7 مرات يا ستي؟ كفاية 2. هل يعقل أن يبقى في علاقة حقيقية مبنية بيني وبين ربنا وأنا عمري ما شفته؟ ده بيخليني أكلم مجرد أن أنا أتمم قانوني. لا، أساسا لو واحد بيكلم ربنا لمجرد يتمم قانوني، خلي قانونك في جيبك، ربنا مش محتاجه. يعني إذا كنت بتعمل كده عشان تعلم صح وغلط أنك كلمت ربنا، لا، ربنا مش محتاج كده. ربنا علاقة نامية متدرجة. يعني لو أنت بتيجي بتعترف عندي وبتقولي أنا مش حاسة بربنا وماليش علاقة بربنا واوي لآخره، وبتقولي ان انا عاوزة بصلي 7 مرات في اليوم، هقولك انت لابسة توب مش توبك، انت مستعجلة وبتجري ودي مش قامتك. الحل ايه؟ نبتدي بقليل، نفتح الكتاب المقدس ومعانا قلم رصاص، وكل اللي قاله رب المجد يسوع المسيح في الانجيل اكتبيه في ورقة لوحديها، وابتدي اعرفي المسيح من خلال كلامه. يعني ايه؟ يقول لك عرفت فلان، يقول لك عرفه، يقول لك عاشرته او كلمته، يقول لك لا عاشرته ولا كلمته، يبقى انت. فمعرفة المسيح تبدأ بان انا بمسك الكتاب المقدس وامسك اقواله وقول يا رب انت قلت كده ازاي، ايه الكلام الحلو ده، ومرة تانية يقول له ايه الكلام الصعب ده، ومرة قلت طب الواحد يستحمل كده يا رب بقى ازاي من غير نعمتك ومن غير قوتك، وبعدين اقرأ ازاي يتحمل، وزي على عود الصليب بيقول اغفر لهم يا ابتان لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وتشوفوا في موقف تاني ان يوحنا ويعقوب بيقولوا له نزل نار من السماء تاكل السامريين اللي طلعت عليك في الطريق بتشتمك وبتحدفك دي، يقول لهم من اي روحا انتما، انتم منين؟ ان ابن الانسان جاء لكي يخلص ما قد هلك. ابتدي اعرف المسيح. انت خدتي مثل واحد في كندا ما تعرفوش، انا موافقك، ما ينفع واحد في كندا ما تعرفوش وسمعت انه انقذك تكلميه 7 مرات في اليوم؟ لا طبعا ما ينفعش. امال تعملي ايه؟ خدي وقتك معاه وتكلمي معاه بالراحة، وتلاقي ان هو انسان لطيف، هيبتدي يبقى فيه ميل لي، هتبتدي تاني مرة تبص كده هو اتكلم ولا ما اتكلمش، لحسن يكون فيه مستكولة وانا ما خدتش بالي يعني. وبعدين روح انا عاملة ايه؟ ابتدي انا اتكلم، وبعدين هو يرد عليا، وبعدين اتكلم، وبعدين يرد عليا، وبعدين اقول يا انا لو عليا ما سيبش التليفون من على ودني طول النهار من 7 مرات، ده انا عايز اتكلم معاه طول النهار. وعشان كده الناس اللي حبت المسيح الصلاة عندهم ما بقتش اجبية و7 مرات في اليوم، ده طول النهار قاعدين يكتروا في الكلام بتاع الكتاب المقدس وقطع الاجبية وصلاة يسوع. بس ده يجي بالتدريج. ما ينفعش انسان يا جماعة يلبس جلابية اكبر من مقاسه هيكعبل في نص السكة. فارجوك يا بنتي ما تجيش 7 مرات